اذكر ثلاث موانئ فلسطينية. حفظ دود غزة. ألف مبروك لإلك، وإجابتك كانت مميزة، وأنا بفيدكم أصدقاء الحلوين وبقولكم إنه في عنا ميناء حيفا ويافا وعسقلان وإيلات وأسدود وغزة. كم تبلغ مساحة دولة فلسطين؟ 27,000 كيلو متر مربع. برافو عليك. أذكر ثلاث دول ترتبط معها فلسطين بالحدود. لبنان والأردن ومصر. ومصر طل الحدود الفلسطينية على بحرين هامين، ما اسمها؟ البحر المتوسط. أيوة. والبحر الأحمر. ألف مبروك كتير يا لما، لأنه إجابتك كانت إجابة صحيحة. قل ما اسم البحيرة الوحيدة العذبة في فلسطين؟ طبرية. فعلا إجابتك صحيحة يا